المهاجم السنغالي سير باب ديا، وبعد أن حط رحالة بالقلعة الخضراء كلاعب يعول عليه لهز شباك الخصوم، إلا أن البداية لم تكن بالصورة التي توقع سير ديا ومعه جمهور الخضراء. الأمور أفضل الآن من السابق، لأنه مع العمل الكبير الذي قمت به خلال التدريب ومع توالي المباريات بدأ مستواي يتحسن بشكل كبير. سيرديا البالغ من العمر 28 سنة، وبعد تجربة ناجعة بالبطولة التركية قادته الأقدار المستديرة إلى العرين الأخضر، تضيع في بداية الموسم للعديد من الأهداف جعلته يمر بضغط نفسي كبير، ومع توالي الدورات ارتفع مستوى أداء اللاعب السنغالي بعد أن وجد ضالته كصانع ألعاب يمد زملائه بالكثير من التمريرات الحاسمة. الحمد لله الجميع يتحدث الآن عن الدور الكبير الذي أقوم به، لكن فالمجهود يحسب لجل اللاعبين، لأن النجاح في الكرة يتطلب اللعب الجماعي. داخل الملعب الجميع يلاحظ أنه يتمتع بتقنية كبيرة في الحفاظ على الكرة، بالإضافة إلى المراوغات والتسديد من بعيد، وله حس اللعب الجماعي كما سجل العديد من الأهداف ومرر كرة حاسمة لزملائه، ومع اقتراب نهاية الموسم أصبح في أفضل حالاته. التحق المهاجم السنغالي أندري سانغور بفريق رجاء البيضاوي شكل متنفسا كبير للاعب سير ديا الذي وجد منافسة كبيرة من لاعب يعرفه بشكل جيد. أعرف سير ديا جيدا عندما كنا نلعب في نفس الفريق بالسنغال. أنا سعيد بالمجيء إلى هنا واللعب إلى جانبه، إنه شيء لم أتوقعه أبدا. De venir ici le rencontrer, jouer ensemble avec lui, je n'aurais jamais imaginé. سيرديا وبعد أن صنع التألق رفقة لاعبي الرجاء أصبح طموحه كبير في التتويج، سيما وأن حظوظ الفرق الأربعة أصبحت متساوية لانتزاع اللقب. بقي أمامنا 4 دورات ويتوجب علينا أن نحقق الفوز، هذا هو الخيار الوحيد المتبقي أمامنا. لا يجب أن ننظر إلى الفارق الذي يفصلنا عن الفرق الأخرى، المهم هو الفوز بجل المباريات إن أردنا انتزاع اللقب. جماهير الرجاء بدورها أصبحت تعتبر المهاجم سير ديا قطعة أساسية لا تقبل التغيير، سيما بعد أن أبان اللاعب عن إمكانيات تضعه في خانة اللاعبين الكبار. Thank you.
ينطلق من الجيل هنا ينطلق بوكاسيديا يمرر و يمكن الركعه ديال الفريق تحاسبوا في المذكر اسرع شجع الهدف رجع الهدف الثاني. تكلمنا على ضربات الخطا اللي كانت مضروبه مزيانه كانت محكمه راه دائما تكون نصف ديال ريندو كوابويلا سانغور اللاعب دياب ممتازه لعبه بيضاوي ضيع فريق كبير يتقدم الان هناك محسن سوالي هناك محسن سوالي على يمينه محسن سوالي بجهه اليمنى الاصوات الان سيرليه باقي تحكم في الكره صعود المادي ادوار اللاعب سيرليه كيحاول انه يتحدى على ممر المدرب الأخر لحد الآن إزاي؟ هذه لاعب سيري. عدنان حمد المدرب الأخر لحد الآن إزاي؟ هذه لاعب سيري. هذا كبير. حاول يصنع كبير. صح الكرة بتاعت الهدف عطيه الكرة.